أطلق محافظ قنا أشرف الدودي إشارة بدء التشغيل التجريبي لعدد من المشروعات الخدمية التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية العركي التابعة لمركز فرشوت، وذلك في إطار احتفال المحافظة بالعيد القومي. وأكد المحافظ أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قامت بتغيير وجه الحياة في كثير من القرى المحافظة من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات خدمية استهدفت تقديم خدمات لائقة للمواطنين في مختلف القطاعات بأسلوب حضاري. النهاردة بدأنا جاني ثمار نفتح مشاريع أو الافتتاح التجريبي لمشاريع حياة كريمة. طبعا في البدايه بتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادره الانسانيه العظيمه. وفي محافظه قنا حياه كريمه المرحله الاولى كانوا خمس مراكز من اجمالي 9 مراكز باجمالي 86 قريه. الحقيقه فوق ال 1000 مشروع تم داخل المحافظه. هنبدا ان شاء الله افتتاح تجريبي ليهم لحد ما يتم الافتتاح الرئاسي بالنسبه لهم. وهيتم على مراحل من دلوقتي لحد نهاية شهر 3 أكتر من 1000 مشروع. مشاريع مبادرة حياة كريمة كلها بتصب في صالح المواطن البسيط، أبنائنا في القرى والنجوع، كل احتياجاتهم للحياة عشان يعيش حياة كريمة موجودة داخل هذه المبادرة. طبعا احنا في صرح جميل جدا جدا. في البداية شكر خاص من كل قلب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى مبادرة حياة كريمة اللي احنا فعلا شعرنا بها هنا، خصوصا في الأرياف وفي قرية العركي وخصوصا في القرى اللي احنا كنا محرومين من خدمات كتيرة جدا، منها الصرف الصحي، الغاز الطبيعي، الكهرباء، رصف الطرق، المجمع الخدمي اللي احنا عايشين فيه هنا دلوقتي أو واقفين فيه دلوقتي، مجمع البريد، نقطة إسعاف، كله ده تبع حياة كريمة، وفي مشروعات كتيرة جدا جدا قائمين عليها. منظمة حياة كريمة وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جابت لنا مشاريع الصرف والصحة والتضامن الاجتماعي والإسعاف، فكانت دي مشاريع إن خلت البلد في سعادة وسرور، إن المشاريع دي ما كانتش موجودة نهائي عندنا في البلد، وما كناش بنحلم أو بنفكر إن هي تكون في بلادنا.